عودي معكم للمتابعة بآخر محطتين لقلنا لليوم الأحد 4 أكتوبر 2015 عفوا. لكن المشاهدين بذكركم السبت القادم بيروت باي بايك، ما تنسوا تتابعوا، حضروا بسكليتاتكم، استأجروا بسكليتاتكم، ما في سيارات، نعم لعدم التلوث على الطرقات وخاصة بالشارع الحمراء والطرقات المجاورة. رح ننتقل هلأ لعند الشيف عبد الله لنكمل وصفات اليوم، وبعدين نرجع أنا منضم له. وصلنا لختام عالمنا الصباحي نهار الاحد اليوم. مثل ما بتعرفوا حلويات، حلويات عربي. شو بلشنا؟ الكاميرا حتاخذ هلا. بلشنا الترويقه، كان عندنا خبز باقولي حطينا معه او عوجه، عملنا من اللبنه مع الفانيل مع السكر البودره مع عصره حامض ورخيناهم بشويه كريمه ومي، ورجعنا حطينا عوجه من الفستق المبروش مع الفواكه اللي انتم بتحبوها، مهم تكون فاكهه بتلبق مع اللبنه. نحن اليوم حطينا التين. نرجع للمكون الثاني. عندي هون مثل ما قلت حاطط مي وسكر، عم بعمل شراب او اذا بدكم قطر مرخي شوي رخو لقدر سقط فيه الكعك اللي عملناه. الكعك اكيد حيرجع اعمله انا وياكم. كذلك الامر عندي من الشوكولا اللي ذوبتها، حطيت معها شوية ملح صغير، حطينا من الزبدة، وهلأ عم نتركهم لا يدوبوا. شو حجي يضيف عليهم؟ حضيف عليهم ملعقتين من رب الرمان بهالطريقة، وارجع ضيف عليهم عندي من السكر البودرة، فيكم تستعملوا سكر عادي. هيدي الصوص اللي عنا اللي حنغلف فيها كيك الباذنجان اللي بدنا نعمله هلأ أنا وياكم. كذلك الأمر اللي كان معنا أو اللي صار معنا هلأ وما كان متابعنا، شو عملنا؟ حطينا شوية مي مع سكر وعملناهم كراميل على النار. بس صاروا عنا كراميل واحترق السكر، كنا بطنجرة تانية حاطين من الشاي أو إذا بدكم مي مع ظروفة شاي، وخليناهم يغلوا. بس صارت عندي السكر إجا بده يصير سميك أو يقسى، بلشنا نرخيه بالشاي أو السائل السخن إذا بدكم، ورجعنا ضفنا عليه التوست المحمص. مثل ما قلت لكم أنا اليوم جبت توست محمص خالص، أوفر لنا شغل بالبيت، وإذا عندكم توست بايت كمان فيكم تعملوه أنتو بالبيت. شو عملت بهالمزيج؟ حطيته بالفريزر شوي ليبرد عندي لأقدر أرجع أحط عليه القشطة. صار عندي هيدا الخليط البني إذا بدكم بهيدي الطريقة. هلا شو بدي اجي اضيف له؟ حضيف له على البارد، ما بنضيف على السخن، حضيف له من المزهر. وحارجع رده على البراد هالفترة 10 دقائق بين ما اعمل الكيك، هيك بيكون برد على المظبوط عندي، وبقدر اضيف له ارجع على القشطة، وفينا اعملهم كيسات وفينا نعملهم صحن. هلا بنشوف نحن وجوزيف شو بنعمل. هيدي بالنسبة للبيز تاع عيش السرايا. نجي منمسح عنا، بنرجع منوطي الغاز على الصوص الشوكولا، ومنشوف السكر كيف صار عنا مع دبس الرمان، طعمة كمان جديدة. نجي لكيك الباذنجان، اكيد الوصفات كلها حتبرم عندكم على الشاشة. حنضيف البيض، حنضيف السكر، دايما منضيف بيض ومنضيف سكر اول شيء، نتركهم يمتزجوا مع بعض. بهالوقت حاخد شقفه من الزبده وبالقالب اللي بدكم تخبزوا فيه الشكل اللي بدكم اياه، بس مهم ناخد شكل اذا بدكم شوي ما عالي يكون حرفه واطي. بهيدي الطريقه نجي بنمسح الزبده، وبيجي باخد شوي من الطحين وبغبر او بخلي الطحين اللي عندي يعلق على الزبده، وهيك
القالب عندي صار جاهز لنقدر نشتغل فيه. لكن مثل ما بنعرف الكيك دائما بنبلش البيض مع السكر، او اذا عندكم زبده بلشوا فيها مع السكر. انا بلشت بيض مع السكر، حاجه اضيف فوق ملعقه صغيره من الملح، عندي بيكنج صودا كمان. الكيك اللي عنا بده ينخبز على درجة حرارة 180 بين 25 و30 دقيقة، لكن حطينا بيض، سكر، رشة ملح، بيكنج صودا، وهلا بيكنج باودر. صار وقت انه نضيف عنا السائل، او اذا بدكم الزيت، 3/4 كوب من الزيت. وصار وقت انه نحرك المزيج اللي عنا. بنشوف كيف صار المزيج ابيض، البيض عنا مع البيكنج باودر والبيكنج صودا والملح والسكر فتح اللون. هلا قبل ما اضيف الطحين حضيف النكهه اللي بدي اضيفها، حضيف النكهه اللي بدي اضيفها، منيحه هالجمله. حنضيف المطيبات، عندي من القرنفل الناعم، عنا من جوزة الطيب، وعنا من القرفة. لكن جوزة الطيب، قرنفل، وقرفة. أكيد الوصفة عم تبرم قدامنا. نجي منضيف فوقهم مزيج الطحين اللي عنا. وبنرجع منشغل المكنة. ضل عندي نوعين بدي اضيفهم، اللي هن المكسرات او اذا بدكم الزبيب مع الجوز. باخذ الزبيب، ضفنا الزبيب، منقوي شوي مكانتنا ومنضيف الجوز. لكن مثل ما شفتوا تحضير الكيك فينا نعمله على الايد، ما في مشكله، بياخذ وقت اكثر زياده. بعشر دقائق قدرنا نطبق الريسيبي. الكيك عندي صار جاهز. اهم شيء مثل ما دائما بقول لكم الميزون بلاس او التحضير. طالما نحن محضرين كل المكونات بسلف، يعني نكسب وقت، هيك الكيك عندنا ما بياخذ من الوقت. وهذا المزيج مع القلوبات او مع الجوز والزبيب. هيك بنكون اخذنا كل النكهات. هلا صار وقت نفضي بهيدي الطريقه. الكيك محبز انه يرتاح فتره ربع ساعه بحراره الغرفه، وبيرجع بفوت معنا على البراد. لكن شفتوا القالب اللي نقيته طلع على القد، قد المكونات اللي عنا. نجيب ملعقة على السريع ومنجي منفضي كل الغراض او كل القلوبات اللي ضلوا معلقين. هلا عنا محل ريحه، والخبزين واحد، نحن ملحقين من الصبح. حنروح على الفرن وحنعير ربع ساعة. شو بعد عنا؟ عنا انه نمد عيش السرايا او نمد الخليط اللي عملناه ونرجع نحط عليه القشطة ونزينه. وعنا كعك كمال باشا او الكعك الحلو بالجبنة الحلوة المحلية، كيف بدنا نطبقه. عندي من الجبنة العكاوي، برجع بقول اللي منقوعة، ورجعنا حليناها، يعني غيرنا لها المي، او اذا بدكم نقعتوها لفتره 3 ساعات ترجعوا بتغيروا المي، ما
مرتين ثلاثة لتكب هيدا الملح كله وتصير عنا جبنة حلوة. إذا بدكم فيكم تستعملوا الموتزاريلا، بس الموتزاريلا المشكلة إنه فيها مي كتير، يعني العجينة عندكم ساعتها بدكم تزيدوا كمية الطحين والعجينة، ولا أسهل من هيك. عندي من الجبنة عنا طحين، هتستغربوا فيها شوي للعجينة بس لذيذة وسهلة. عندي 5 معالق زبدة، عندي من الطحين، عندي شوي من الفانيلا، بيضتين وبيكنج سودا، وعنا من المي. كيف هنعجنهم؟ هنعجنهم بالايد. بس قبل ما بلش عجن شو هاعمل؟ هارجع كمل شوي نعم هالجبنه اللي عندي، وهيك بكون صارت جاهزه لارجع اضيفها على المكون اللي عندي او على العجينه اللي عندي بهذه الطريقة. إذا بدكم فيكم تبرشوا الجبنة كمان وتنقعوها، بس أنا ما بفضل لأنه بتصير عنا مثل مزيج طري كتير. أنا ما بدي الجبنة تفقد القوام تاعها، بدي خليها بالعجينة تضل مبينة وظاهرة. الجبنة عندي جاهزة، الغراض جاهزين، القطر على النار. حنروح بريك وبرجع انا وجوزيف بشوفكم بعد شوي. عودي للمتابعة معكم باخر محطة ورشة ملح مع الشيف عبد الله لليوم بعالم الصباح. لا والله خليك قاعد اذا بدك. لا ولا لا، انا بتكل عليك. هلا انت تسقطهم هدول هو، هلا بس تغلي شوي عند المي. هذا الكعك اللي عملناه، كعك كمال باشا. اللي حاعمله انا هلا، اوكي، انت كل اللي بطلبه منك بعد امرك بتشيل هالكعكات بتحطهم بالقطر، اوكي، برجع بالمصفيه مش الحل هون، اوكي، نرجع بنصفهم بهذا الصحن. وفي عندك اخر شيء هنيك من جوز الهند، من جوز الهند بنرش عليهم، اوكي. لكن كعك كمال باشا جوزيف حيغطسهم بالقطر. شو حنعمل نحن؟ عندي الطحين والبيض، حاجي اضيف فوقهم بيكنج سودا، وحضيف فوقهم شوي من الفانيلا. تغطيس بس ولا بدك يعني لا يطروا؟ لا يطروا، طول بالك عليهم شوي انت هيك، بس لا يطروا. ترجع بتشيلهم، اهم شيء انت وعم تشيلهم ما يتكسروا معك، اوكي. نرجع لهون، عندي من البيض وعندي من الطحين. بلش بهالطريقة عجن هالعجينة، بنشوف كيف صارت عنا البيض رطب. بيجي باخد الزبدة بوزعها وبرجع كذلك لأمر بكف ايدي بعجن هالعجينة اللي عندي أو هالمكونات. كمان عجينة ما بدها وقت كتير لتخلص، وما بدها وقت لترتاح، 10 دقايق عليها بكفي. هلأ بيجي بسقيها بشوية مي، نرجع نجمع هالمكونات كلها مع بعضها. لكن عجينة ب10 دقايق صارت جاهزة عنا. شو حاجي اخد؟ حاخد هالجبنة اللي عندي. هيك طريقة ايه؟ خلص. ايه، حاخد الجبنة اللي عندي وضيفها على الخليط، ومنشيل هيدي على جنب، وبنرجع نجي بنعجن على الكاميرا. عم تشوفوا كيف هالكعك نزل بالقطر او بالسيرو، وهلا حنرجع نزينه بجوز الهند. هيدي عجينتنا صارت جاهزة، ناخد شوي من الطحين ونجي منشيل هالعجينة ومنحطها. طفي الغاز
تحت القطر. صفون هون ولا هون بدك؟ لا بهيدا اذا بدك. حخلي شوي من القطر هلا اذا بده جوزيف يرجع بزينهم او بسقيهم بشويه قطر. هيدي العجينه اللي عندي بنشوف القوام تاعها كيف طري وكيف خلصت بسرعه وكيف الجبنه بقلبها عاطيه هالشكل الحبيبات. نجي منجيب هالصينيه بنحط عليها سيلبات، فيكم تحطوا عليها من ورق الخبز، فيكم تحطوا عليها شوي من الزبده. نعمل هالبول. هلا صار لازم نشلح الكفوف لنقدر نشتغل بالعجينه. نعمل هالبول بهالطريقه. كمان ما بدها وقت خبز كتير، فيها تتاكل بلا قطر، فيها تتاكل بلا قطر، فيها تتاكل مع اذا بدكم الشوكولا السائله بس، كمان فينا ناكلها مع الشوكولا السائله تطلع كمان طيبه. بهيدي الطريقه بنخلي فراغ بين حبه وحبه. شفتوا ولا اسهل من هيك عجينه وكتير طيبه، فيكم تاكلوها كمان مالحه اذا بدكم، ما في مشكله. كفكره جديده للاولاد كبريكفاست بالويك اند او هني ورايحين على الاوتوكار كمان تزبط. لكن بنشوف هالعجينات بدها ربع ساعه مثل ما قلت بالفرن، نتركها تبرد قبل ما ننزلها بالقطر. نحن مشان هيك خبزت الصبح. حتى هيدي العجينه هلا فيكم تتركوها بالبراد وبكره تخبزوها كمان ما في مشكله، بس انا ما بنصحكم اذا ضل منا تفرزوها لانه الجبنه اللي بقلبها ما حتحمل بالفريزر، ترجع بتكب عنا المي بس تخلص. مش الحال جوزيف؟ ايه بعد في اثنين رح شيلهم كمان. لكن شفنا قدامنا كيف هيدي كبيرة شوي، نصغر تقريبا بتعطي معنا بين 18 وال 20 بول حسب ما تصغروا، وفيكم تكبروا وفيكم تصغروا بعد العجين. وهيدي اخر وحدة كمان صارت جاهزة. لكن طحين ما بقى بحاجة لإله، هغسل ايدي على السريع. القطر عن جوزيف كمان ما بقى بحاجه لإله. ها انا صار جاهز. انت كتر يعني. خيرك خلصت ايه؟ ايه خلصت الطبخه جوزيف. بدك تزينهم بشي بعد؟ شفتوا ما هي شو بدك تزينهم؟ بدك تحط فستق؟ نحن الفستق بدنا نحطه على شو؟ لعيش السرايا. بدك انت تحط فستق؟ حط ما في مشكله. جرب شو. يحق للطاهي ما يحق لغيره. طيب بهالوقت اذا بتاخذ الكاميرا كمان الكيك الباذنجان عندي بالفرن صار تقريبا جاهز، بده بعد شي 8 دقائق قبل ما يبرد ونرجع نزينه. نجي لخبرية الكيك. اوكي. هذا احلى من هذا طلع، بتصدق؟ مع فستق. ايه. طيب. هقرب لك الكيك. وهلا هيدي الطريقة. كعك كمال باشا حنشيله على جنب. بلكي بصير فينا نحبب الاولاد بالباذنجان. ايه 100% 100%. بس انا حبيت اترك هدول الباذنجانات كديكور يعني. طيب حنشيل هالقطر. حنجيب لك لوشه صغيره ونيجي ناخذ هالصحن هالطريقه. هلا شو بدك تعمل بينما انا اشتغل؟ اوكي. بدك بس تزت شوية شوكولا عالدير عالدير ليلقط عليهم. هيدي الطنجرة ما بقى بدنا اياها. نجي على السريع نمسح طاولتنا. بهيدي الطريقة. وهلا بنجيب بعد ما نحط الشوكولا بنحطها بالبراد لتنشف عليها او بنتركها يعني. هلا اذا نحن شوي شوب هون، اذا في بالبيت يعني ما ضروري بالمطبخ يكون في اي سي، اذا فاتحين الشباك شوي اعطيها 10 دقائق هيك ولا لازم بعد؟ كيف بتحب انت ما في مشكله. هيك كمان صار مغطى كل الجوانب ومنظرها مع الرمان. عندك من الرمان الحب
نرجع بنزت شوي على وجه الشوكولا اذا بدك كمان ليعطينا لون ويعطينا النكهه اللي بدنا اياها. اليوم الفاينل تاتش كلها طلعت لك. يا عيش بهالنعمه. كيف؟ تمام. بنجي لخبريه عيش السرايا. مثل ما قلت لكم القشطه جبتها جاهزه انا اليوم. بس ان شاء الله بحلقات ثانيه بنرجع بنعمل القشطه. حناخذ هذا المزيج ونحطه بالصحن. كيف عملنا هذا المزيج؟ عندي من الكراميل او من السكر وشويه مي حطيناهم بطنجره. مجرد ما صاروا عندنا كراميل شو عملنا؟ كان بطنجره مقابلهم ثاني عم نغلي مي وحطينا فيها من الشاي. بس صار عندنا الكراميل وقبل ما يجمد شو جينا عملنا؟ شلنا من هيدي المي الشاي وحطيناها فوق الكراميل وبلشنا نحرك ليرجع يدوب عنا او يتفتت مزيج الكراميل اللي عنا. اوكي. ويصير عنا مثل الليكيد. رجعنا حطينا بقلبه شقف هالتوست وبردناهن بس امتصوا الليكيد، بردناهن واخر شيء ضفنا عليهم من المزهر. هلا هناخد القشطة اللي عنا بهيدي الطريقة. إذا بدكم ترخوها فيكم ترخوها كمان شوي من الكريمة أو الحليب تسكبوها بقالب السكب أو بكيس بوش السكب. هاخد شوي لهون. هي عليها كلها هيدي بالنص. هيدي حطيناها بالنص وهيدي وزعنا عليها. ايه التوست اللي عنا صار هيك. نقعته بشو؟ بمزيج الكراميل مع الشاي. هلا كمان فاينل تاتش عندك من الفستق وعندك من زهر الليمون. انا برجع هكمل بهالطريقه القشطه. اكثر من هيك؟ لا تمام تمام تمام. كمان اخر ملعقه من القشطه وبيجي باخد من هالفستق الحلبي المطحون وبوزع. بهيدي الطريقه. اخر شيء كمان عنا من زهر الليمون بهالطريقة. Don't worry. كمان اوكي. لكن اليوم عملنا عيش السرايا بطريقة منزلية جديدة. عملنا كعك كمال باشا اللي هو الكعك الجبني ورجعنا حطيناه بالسيرو. وعملنا كيك الباذنجان مع صوص الشوكولا. والترويقه اللي عملناها مع التين. هلا موسم تين مع اللبنه اللي رخيناها. كل شيء جاهز؟ صار كل شيء جاهز عنا. نرجع نشيل هالصوص شوكولا. هلا بس نقص منزيد. ناخد هالطريقه وهيك بنكون جاهزين لليوم. ثانك يو لك جوزيف، كان نهار كثير حلو وان شاء الله بشوفكم انا. لا هيك حلوين مثل هلا. خلص ما اوكي هون خلي الفاينل تاتش ولا لا لا خلص خلص اوكي. لكن انا رح فل وجوزيف حيختم. ثانك يو لكل المشاهدين اللي شاركونا طبعا على كل السوشيال ميديا. ثانك يو لك شيف. ثانك يو. بكره على صباح جديد 10 بتوقيت بيروت. باي. God and James Dean, but Hollywood sold out. Saw all of the saints lock up the gates I could not enter. Walked into the flames, called out your name, but there was no answer. And now I know my heart is a ghost town.
a ghost town.